الله يخليك. ومستبشرين خير بقى ان احنا هنعرف من حضرتك سر هذه الشعبيه والجماهيريه الجارفه للنادي الاهلي من قديم الازل، امتى ابتدت تتشكل وتتكون وتتبلور وتوصل للي وصلت له ده؟ طيب خلينا نبدا من الاول كده. شعبيه النادي الاهلي ما بنتهاش الكوره ككره قدم او البطولات او الكلام دوت. انت اول بطوله خدها النادي الاهلي كانت سنه زي السنه دي من 100 سنه 1923، يعني بعد 16 سنه من تاسيس النادي الاهلي. الشعبيه جت من حاجتين مهمين قوي في الاساس. اول حاجه ان في الوقت ده كانت مصر فيها الانديه عباره عن اما انديه جاليات اجنبيه او انديه هيئات. بمعنى واول نادي تقريبا كان نادي الجزيره 1982 في نفس سنه الاحتلال الانجليزي لمصر في ديسمبر. بعدها نادي الجزيره نادي سبورتنج 1800 حضرتك تقصد 1882 ديسمبر 1882 لما الاحتلال الانجليزي بعد الاحتلال الانجليزي. بعدها نادي سبورتنج 1890 والاثنين اتعملوا للضباط الانجليز يمارسوا فيهم رياضه. بعدها كان نادي التوفيقيه للتنس برضه نادي الانجليز اللي عملوه. وبعدين بقى دخلنا في نادي بورفؤاد كان اسمه سكاربيه ونادي ونوادي بقى ده كان في بورسعيد وانديه في اسكندريه وانديه في بورسعيد تحديدا للهيئات. كان معظمها فعلا جاليات اجنبيه عمال الفحم كان نادي اسمه هسبيريا كان عمال الفحم اليوناني اللي بيمونوا السفن. كمان كان بيبقى نادي هيئات السكه الحديد كان اسمه هوكي بولا اللي عاملينه المهندسين الانجليز او المفتشين بتوع السكه الحديد. نادي الجمارك الموظفين في الاولمبي وهكذا. فتقدر تقول ما كانش فيه نادي للمصريين يعني بمعنى نادي عشان معمول اصلا يعني يكون سبب نشاته ان المصريين يمارسوا الرياضه. مفيش. عشان كده كان اسمه النادي الاهلي مستقى او متخذ من فكره الاهل او الاهالي كدليل على ان ده نادي وطني صرف. لان حتى كمان كان زمان بيسموه المنتخب الاهلي. كان زمان بدل الوطني او القومي بيتقال المنتخب الاهلي. يعني ده مرادف نفس المعنى الوطني. نفس المعنى الوطني وكمان يمكن ده سر حاجه صغيره برضو باي ذا واي ان طبيعه نشاه الانديه في مصر كانت مختلفه عن العالم تقريبا العالم كله من حيث انه العالم كله تلاقي نادي كره قدم اف سي او نادي باسكت او نادي او نادي فيه لعبتين ثلاثه زي برشلونه و بس الاساس كره قدم. وكمان فكره الاعضاء اللي فيه اعضاء زي مساهمين اعضاء زي لكن مش نادي اجتماعي وقعدات والكلام ده كله. فكره وجود نادي الجزيره لاعضاء ونادي سبورتنج معمول هنا كده غير على غير طبيعه الانديه اللي في انجلترا لانه معمول عشان الناس تقعد فيه تلتقي فيه الانجليز والجاليات. ومن هنا بدات فكره لما انت عملت النادي الاهلي يمكن لو ما كانش فيه احتلال كان نشا بنفس الطريقه فكره نادي رياضي فقط. لكن لطبيعه ان احنا هتتعلم منين ما انت ده اللي انت قدامك او ده اللي انت بتشوفه. فاصبحت الانديه في مصر اجتماعيه رياضيه. طيب في الوقت ده لما انت جيت فاتعملت النادي كان اساسك الطلبه معمول عشان خاطر طلبه المدارس العليا لما يتخرجوا هيروحوا فين. انت كنت اصلا مصطفى كامل وعمر لطفي لما اتعمل نادي المدارس العليا عشان خاطر كان مصطفى كامل بيلقي فيه كافه خطبه ضد الاستعمار وما الى ذلك. طب الطلبه دي هتتخرج هتروح فين؟ فجت الفكره عند عمر لطفي بانشاء نادي رياضي علشان خاطر الطلبه دي اما هتطلع خلاص انتهى موضوعهم مش هيصبح عضو في نادي المدارس العليا فلازم هيكون لهم مكان. فتعمل النادي الاهلي ومع دخول الطلبه كان في كمان ان انت عملت حاجه للموظفين بقى بتوع الحكومه المصريين. فده طبعا قدامنا عمر لطفي اللي هو يعتبر ده المؤسس الرئيسي صاحب الفكره طبعا يعني. فانت عشان خاطر اصبح عندك نادي معمول للطلبه والموظفين المصريين بتوع الحكومه فقط لا غير. فبالبدايه كده اصبح عند الشعب المصري نادي للمصريين فقط. دي كانت بدايه ان اصبح يعني دي لوحدها دخلت في وجدان الشعب. الحاجه الثانيه بقى كمان عمر لطفي نفسه كشخصيه. عمر لطفي جاب من المانيا كان بيسافر كتير وفرنسا والدول الاوروبيه فكره الجمعيات الزراعيه والتعاونيه للفلاحين. كان الفلاح هنا بيعاني من المرابين ويعاني من حاجات كتيره جدا جدا ما حدش كان بيتولى شؤون الفلاح المصري.
وكان بيعاني كمان من الربا الفاحش للبنوك وبنوك التسليف الاجنبيه قبل بقى طبعا قوانين الاصلاح الزراعي. لا 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 ده الكلام ده بتتكلم حضرتك في 1904 و5 و6 و7 في مطلع القرن العشرين. ده كان لسه بدري. ده ما هو دي في نشاه النادي. فلما اتعمل النادي الاهلي هو كان كل فتره بيروح يفتتحوا جمعيه زراعيه او نقابه زراعيه في احدى محافظات مصر، فكان بيقول لهم انهم يعملوا نادي في المكان، نادي للمصريين في المكان. وكانوا عمر لطفي دايما هو المدعو رقم واحد او ضيف الحفل الرئيسي في احتفال الانديه دي. فتفاجئ انك انت من سنه مثلا 1907 او 8 او 9 او 10 لغايه 24 25 عمر لطفي مات 1911 استمر ده انك انت كنت بتلاقي انديه باسم الاهلي في كل محافظات مصر، يعني في اسيوط، في المنيا، في الزقازيق، في بورسعيد والاسماعيليه واسكندريه، كل محافظات مصر. وما تسمتش الاهلي بس عشان ده النادي الاهلي، لا، هي الفكره ان ده الاهلي الوطني او النادي اللي هو القومي او النادي، فالفكره جت من هنا. فمن هنا كان اقتداء بالنادي الاهلي الكبير اللي في القاهره، لدرجه ان هو في احدى الصحف كتبت ان يفتتح النادي عمر لطفي رئيس النادي الاكبر في مصر. هو ما كانش رئيس النادي، هو كان المؤسس، ولكنه كان بيعامل على انه هو رئيس الاهلي او هو الكبير. فكان دايما اول ما ينزل الزقازيق، وده ذكر في صحف الفتره في هذا الوقت، افتكر صحف الشعب وصحف كتيره جدا، في افتتاحات الانديه دي في الصعيد وبحري كان لازم عمر لطفي يكون الضيف الرئيسي وهو اللي يفتتح هذا النادي. تخيل بقى انت في الفتره دي مع 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 افتتاح النادي الاهلي الرسمي في 1907 تكون ليك هذه الشعبيه الكبيره اللي هي جايه من نشاه وطنيه فقط، مالهاش دعوه بالرياضه، انت لسه ما مارستش اي حاجه، ما اشتغلتش في اي حاجه، ما عملتش نشاط رياضي ان بحيث ان يخش جماهير وتحتفل بالنادي الاهلي. يعني البدايه، الشعبيه دي يعني اتوجدت من منطلق وطنيه النادي. صح كده؟ ده الاساس. وكمان انت لما تعمل جمعيات زراعيه للفلاحين وتخرجهم من سيطره المرابين الاجانب في التوقيت ده ويعملوا نادي، فبيرجع دايما الفضل للراجل اللي عمل ده. طب. والراجل اللي عمل ده هو المؤسس بتاع النادي الاهلي المصري. هنا الشعبيه. وفي الوقت نفسه بدات سنه 1911 اتعملت اول فرقه للنادي الاهلي، اول فرقه كبيره. يعني كده كانوا بيلعبوا خماسي والكلام ده في النادي الاهلي. يعني قبل من 1900 والافتتاح لغايه 1911 كانوا بيلعبوا خماسي برضه في النادي الاهلي، كان في كره قدم. فلما اتعملت الفرقه كانت دايما بتسافر تلعب في المحافظات كلها كوره. فمن هنا جت شعبيه مختلفه، ما كانتش شعبيه بطوله ولا شعبيه اللاعب الفلاني رقم واحد واللاعب الفلاني رقم اثنين والكلام ده كله. فدي كانت البدايه لشعبيه النادي الاهلي، نادي ظهر وسط أندية هيئات وشركات وجاليات أجنبية وأندية إنجليزية، البداية الحقيقية. تخيل يعني أنت حتى على مستوى البطولة لما بدأت تتعمل البطولات في مصر، الآن النادي الأهلي رفض يشارك في العديد من البطولات بسبب أن الأجانب والإنجليز هم المسيطرين عليها بالكامل. واخد بال حضرتك؟ لدرجة أن كأس السلطان حسين لما بدأت الأهلي ما شاركش، لأن كان التشكيل العام للجنة اللي بتدير المسابقة أجانب مش مصريين، منهم واحد او اثنين مصريين والباقي كله. لما ثاني سنه او ثالث سنه بدات البطوله فيها 50-50 شارك النادي الاهلي، لغايه ما بعد ثوره 19 ظهر شعار مصر للمصريين. فلا نعمل اتحاد كوره. فقبلها كان في شويه دعوات لحاجات كتيره جدا لكن ما تمتش. لكن لما النادي الاهلي دعا ليها عن طريق جعفر ولي كان وكيل النادي، وفؤاد باشا أباظة هو اللي عمل الدعوه، كان سكرتير النادي الاهلي، الانديه كلها جت النادي الاهلي وتم تاسيس الاتحاد المصري سنه 21.